نبدأ. أوكي نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بسعدني اليوم أنه نستضيف كمان صديقي محمد جمال، وبهذا اللقاء كمان مبسوط أنه في حدا من السي اي اس راما، ونحكي اليوم أكثر بتفاصيل عن الديجيتال أو الماركتينج، الإي ماركتينج. نخش بتفاصيل التفاصيل، وأكيد راح يكون لقاء مثري وغني إن شاء الله كلنا نستفيد منه. وألف شكرا يا حبيبي محمد، وتفضل. تمام، كيفكم؟ ردوا علي، ردوا عادي، احكوا كلكم. الحمد لله مناح، وانت كيفك؟ تمام. الشاشة واضحة؟ صوته واضح؟ واضحين. اليوم نحكي عن اللي هي زي introduction للديجيتال. كيف يعني نحكي عن الديجيتال مش كماركتينج بس، شو يعني أهمية الديجيتال بحياتنا، وليش إحنا صرنا نستخدم الديجيتال كثير في الشغل. هلا هنا ما رح نحكي حكي نظري. إذا بتطلعوا على أول سلايد في عندي 22 free tools. هاي التولز رح نمشي عليها واحدة واحدة، وإذا بتلاحظوا بالدورات اللي أنا معطيكم إياها تتعلموها وتأخذوا فيها شهادات، بتتعلموا على كل تولز كيف تشتغلوا. يعني فاهمين علي كيف؟ يعني بتصيروا أنتوا تشتغلوا على التولز عملي، مش طريقة نظرية بس. إحنا بدنا نعرف شو أهمية كل تول، كل تولز من هذول بحياتنا. تمام؟ طبعاً هاي السلايد أنا يعني مطلعها عن النت تقريبا من 2014، بس تعملها لأي حدا حاب إنه يدخل هالمجال من البداية. هي يعني تعطيك أساسيات المجال هذا كله وإنت بتمشي فيها. يعني راح نعرف هنا الديجيتال ماركتينج وكيف نعمل ديجيتال ماركتينج صح. تمام؟ هنا بنحكي براكتيكال، يعني إحنا كيف نعمل ديجيتال أناليز وديجيتال ماركتينج عشان نلاقي وظيفة بهذا المجال، أو نعمل إلنا وظيفة حتى بهذا المجال. في عندي 22 فري تولز نيجي عليهم واحدة واحدة، في منهم بدنا نركز عليها وفي منهم راح ندور على بدائل إلهم تكون أسهل. طبعاً تعريف الديجيتال أو الديجيتال ماركتينج باختصار هو بروموشن برودكت سيرفيس براند اون إلكترونيك ديفايس، يعني على كمبيوتر على جوال على هاي الأمور. هذا هو الديجيتال ماركتينج باختصار، عملية بروموشن للبرودكت للسيرفيس للبراند على الإلكترونيك ديفايس. ركزوا لي على هاي الصورة، فيها كل إشي بتعلق في الديجيتال ماركتينج اللي ممكن تشتغله، سواء كنت أنت عامل إي كوميرس، سواء عامل ويب سايت بدك تستفيد منها، ويب سايت بتنشر عليه مثلا مقالات أخبار، هاي الأمور بدك تستفيد منه من ناحية مادية. هنا بتلاقي الجواب بهاي الرسمة. مين بعرف شو اختصار الـ SEM؟ الـ SEM حكيناها في السلايد في البرزنتيشن المرة الماضية اللي كانوا يشرحوه الصبايا. Search Engine. Search Engine. Search Engine Marketing. Marketing. البيج داتا، كيف نستفيد من البيج داتا، وهي شغلة مهمة رح يعني لما بكرة أنتوا تتخصصوا بهذا المجال تعرفوا شو البيج داتا هاي، اللي هي بنسميها الليد جينيريشن، اللي هي بيانات الزبائن. إذا مرات بتكونوا على الفيسبوك في إعلان بحكي لك سجل معنا ساين أب، بتشوفوها مرات على الفيسبوك، ولما تكبس عليها بتلاقي الفيسبوك سحب البيانات اللي انت مدخلها زي رقم جوالك، اسمك، ايميلك، هاي الامور. مرت عنكم هيك دعاية؟ مين عمره شاف الساين اب وهو بيمشي على الفيسبوك حكى له حدا سجل معنا اليوم عشان تستفيد من شغله، وكبس على ساين اب، على ساين اب لاقى البيانات تاعته كلها مسحوبة. حدا شاف هيك اعلان؟ اي بس ايش قصدك مسحوبه؟ يعني كيف يعني قصدك؟ يعني انت الفيسبوك
مدخل رقمك واسمك وإيميلك صحيح، واهتماماتك كمان أحيانا، والجامعة اللي درست فيها ومن أي مدينة أنت. لما تكبس على ساين أب لهذا الإعلان، الفيسبوك بيطلع هاي البيانات كلها على شكل فورم، وبيجيك تأكيد إنه هل تعطي بياناتك لهذول الناس تسجل معهم. هنا الداتا، في كثير شركات بتعتمد على الداتا، راح أوضح لكم عليها مثال. SEO بنعرف اللي هي Search Engine Optimization. الفيديو مهم، الفيديو، الموبايل لأنه هلأ كل الناس موبايل. الديسبلاي هنا قصدنا فيها الديسبلاي العرض، اللي هو بوستات الفيسبوك اللي بتشوفوها، بانرات الجوجل، اليوتيوب، ومرات وانت تحضر يوتيوب بيجيك زي بانر، مظبوط؟ هيك في شاشة الفيديو أو على جنب الفيديو. عمركم شفتوا بانر يوتيوب وانتوا على الديسكتوب؟ كل ما يشتغلوا على اليوتيوب بيجيهم بانر. هاي البانر بيكون شغلة مدفوعة، صاحب القناة ماخذ مصاري والمعلن دافع مصاري لجوجل. البلوج مهم، حكينا البلوج المرة الماضية ليش مهم بالSEO. مواقع الإي كوميرس ما فيها حكي كثير، أغلبها صور صح؟ فمواقع كبيرة بتلجأ إن تعمل بلوج عشان يكون في كتابة بالموقع تبعها تطلع على السيرش انجن صح. هون أهمية البلوج. الكونتنت ماركتينج هو المحتوى التسويقي. طبعا انا بلا محتوى، صور وتكست وفيديو ما بعرف اكتب، مظبوط؟ مساوي في حدا بحكي؟ في حد بيحكي شيء؟ وكان الله كمل محمد. مايك بالغلط. تمام، ما في مشكلة. هاي السلايد بنركز على النيوزلتر، اللي هي مرات بتلاقي مواقع انت بتحكي لك اشترك في القائمة البلدية عشان يوصلك كل جديد إلنا. اللي هاي تعتمد على مبدأ الايميل ماركتينج. سمعتوا بالايميل ماركتينج؟ لما تفتحوا الجيميل تبعكم بتروح على البروموشن، في قسم البروموشن بتلاقوا كثير عروض جايتكم للشركات عندنا في البلد. هاي عن طريق النيوزليتر. طبعا نعرف شغله مهمه، الديجيتال ماركتينج شيء والسوشيال ميديا شيء. يعني اللي بيشتغل على فيسبوك اعلانات وهاي اسمه سوشيال ميديا ماركتينج. اللي بيشتغل على كل هاي المواضيع اللي احنا بالصورة وببني البلانس كلها بسموه ديجيتال ماركتينج. تمام؟ هلا ليه ديجيتال ماركتينج سو تريندي؟ ليه ديجيتال ماركتينج هي هلا اللي مسيطرة على السوق؟ لأنه أول إشي أرخص، كل اللي بنحتاجه شوية مهارات. فعلياً ديجيتال ماركتينج أرخص. أنا بوضح لكم كيف أرخص. الدولار عندنا مثلاً، أنا كمعلن بفلسطين الدولار بوصل لي لألف شخص، تمام؟ مركزين معي؟ الدولار من ناحية إعلانات لكم شخص بشوف إعلاني؟ ألف شخص، أوكي؟ لو أنا بدي أطبع بروشور وأوصل لألف شخص كم ممكن يكلفني الموضوع؟ فكروا فيها. أكثر بكتير. وصلت النقطة إنه أنا بدولار وصلت ألف واحد. أما أنا لو بدي أعمل بروشور أو إعلان جريدة عشان أوصل لألف شخص، بدي إعلان الجريدة فبدي أحطه بالصفحة الأخيرة أو الأولى، هذا الكبير اللي بتعمله شركات زي جوال مثلاً، هذا بكلفها الإعلان $200 عشان يوصل للناس اللي بتقرأ الجريدة وهم موظفين مثلاً بالوزارات أو بالجامعات وعددهم محدود. بينما كل الناس وين؟ على السوشيال ميديا، صحيح؟ فمن هنا أهمية التسويق الرقمي أو الديجيتال ماركتينج. في البروشور أنت بتضمنش إنه يوصل الإعلان للي بدك إياهم، التارجت. بالضبط، من ناحية التارجت هاي الأمور. إحنا هنا بنحكي عن إشي لسه، إحنا أول نقطة إنه تجيب. في النقطة اللي بعدها، في إنه عندك
fun to do, creative, interactive and new. يعني في طرق كثيرة انت معك حرية انك تعمل الاعلام بالطريقة اللي بدك اياها. ما في عليك قيود. وبعدين انت من محلك تقدر تستهدف اي بلد بدك اياها. بوصل اعلانك لاي مكان بدك اياه. ما في قيود. مثلا لو بدي اعلن عن منتج او اصله لبرا بطريقة ثانية راح اتغلب كثير. وسهلة التحليل. يعني في عندي تولز لانالايز اعرف انا وين رايح لكل اشي. هلا المواضيع معي كلكم انتو صحيح؟ معك. المواضيع اللي حكينا فيها قبل شوي، في حد عنده عليها ملاحظة أو إشي أو حدا بخالف الرأي بموضوع الديجيتال ماركتينج؟ لا كله تمام. تمام. أنا بحب تسألوا، بحب أحس إنه وصلت المعلومة لكم. وصلت، ما هي واضحة الإشي يعني. تمام. عندي أنا هنا 5 areas of digital marketing، 5 مساحات للديجيتال ماركتينج. طبعاً بيكملوا بعضهم. بتتذكروا الرسم اللي بس مين الصبايا اللي شرحوا آخر presentation المحاضرة الماضية؟ أثار ومرح. موجودين معنا؟ لا مش موجودين. كان في نقطة مهمة الاس اي او والاس اي ام سوري والاس اي ام والاس ام او اللي هي السوشيال ميديا اوبتمايزيشن والسيرش انجن اوبتمايزيشن والسيرش انجن ماركتينج. هم من ضمن الاريا هاي 3 شغلات. هلا راح نتعلم كمان شغلتين جداد للديجيتال ماركتينج. اول واحدة السيرش انجن ماركتينج، الديسبلاي والاي سي ار ام. شو السي ار ام اختصار لايش؟ السي ار ام اختصار لايش؟ الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت. تمام. السي ار ام مصطلح انا كل يوم هلا بشغلي بسمعه 1000 مره من كثر ما هو مهم. الكونتنت ماركتينج والكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن هنا قصدنا فيها السوشيال ميديا اللي هي الطريقة اللي بنعمل فيها تواصل مع الناس. تمام. هدول الاريا للديجيتال ماركتينج، سيرش انجن ماركتينج، ديسبلاي اللي هي العرض سواء لبنحكي بانرز او بنحكي بوست او صور او هاي الامور، والسي ار ام والكونتنت ماركتينج والكوميونيكيشن. بنركز عليهم. السيرش انجن ماركتينج هون بحكي عن نوعين، SEO زائد SEA. SEO هنا اختصر هنا في هاي البرزنتيشن عمال بقصد في السيرش انجن ماركتينج SEM بتساوي SEO سيرش انجن اوبتمايزيشن زائد SEA اللي هي سيرش انجن ادفرتايزنج. بنحكي عن الاعلانات هنا. تمام. تمام. ما بدي تتخربطوا هون. هون السيرش انجن ماركتينج هي بتروح لنفس المعنى انه هي اس اي او زائد اس اي اللي هي سيرش انجن ادفرتايزنج. هون في البرزنتيشن الماضي حكيتوا انتوا عن محركات بحث كثير، عن 8 محركات بحث. انا مش ذكرهم، انا بس بعرف جوجل، وانت كمان لازم تعرف جوجل، لانه شو ما بيشتغل جوجل ياهو بينج وباقي السيرش انجن باخذوه وبشتغلوا عليه. فاهمين علي كيف؟ يعني جوجل اجت عملت سيرش انجن ادفرتايزنج، عملت البي بي سي، راحت بينج وياهو عملوا نفس الفكره واشتغلوا عليها. فاحنا لما نحكي انت يعني من بين كل اللي هون حاضرين ولا واحد عمره عمل بحث على الياهو او على البينج، بجوز مره مرتين بحياته. كل بحثنا وين بيكون؟ على جوجل. على جوجل. هيك كل الناس.
ليش ما نستعمل جوجل؟ هنا السؤال يعني استنكار، ليه ما نستعمل جوجل؟ هنا عندك السيرج، فكرة السيرج على جوجل كيف نشتغلها صح. دائما هنا بالديجيتال ماركتينج احنا بنحكي لك انه لازم انت تكون بصفحة واحد، ولما تكون بصفحة 8 و9 و10 يعني ربنا يساعدك انت شو بتساوي هون، ولما تكون بصفحة 2 و3 انه منيح انك انت تكون هون، في امل مع الوقت انك تتقدم لقدام. هلا كيف جوجل، بدنا نعرف شغلة، كيف جوجل بطلع موقعك وبحركه في البحث؟ في امور معينة لازم بركز عليها جوجل وانت لازم كديجيتال ماركتينج تحسنها. خلينا انا راح بدي احكي عن هذا البحث، بدي اترك كم سلايد وبرجع لهم. هنا How Google judge if it's a good website، كيف جوجل بحكم على الموقع تبعك عشان يطلعوا على البحث منيح. ركزوا بهاي النقاط. اول نقطة اللي هي البونس ريت. شو البونس ريت معناه؟ حدا بيعرف معنى البونس ريت؟ مش بونس، اسمه باونس. لا، بونس. باونس ريت. باونس ريت. باونس ريت. اللي هي معدل الارتداد. الارتداد، باونس. مين بعرف شو معناها؟ حكيناها. تذكروا يلا. اسمح لي دكتور. اللي هي عدد الجلسات او الزيارات اللي بتتم في الصفحة، يعني انه بكون اللي بيدخل الشخص فيها وبيغادر. يعني ممكن عدد الكلمات اللي بيبحث فيها عنها او عدد. لا، بعيد. بعيد عن الموضوع كله. الباونس ريت هو لما الشخص يجي يدخل على الصفحة ويخرج منها، قديش الوقت اللي قعد فيها وطلع منها، هذا أتوقع الباونس ريت. مزبوط، بدون ما يتفاعل مع الموقع. أيوة، اللي هو معدل التفاعل مع الموقع اللي حكى يوسف صح. الباونس ريت عند جوجل له نسب، يعني في نسبة من 25 لـ40%، هاي بتكون نسبة منيحة لما تشوفها في الاناليتكس، في جوجل اناليتكس. وفي عندك نسبة اللي هي بيعتبروها جيدة من 45 لـ60%، هاي جيدة. عندك من 60 لـ70 متوسط، وعندك من 75 واطلع، هاي عندك مشكلة كبيرة في موقعك في تعامل اليوزر معهم، لازم تحلها. كيف بدك تحلها؟ بالانترفيس، تصلح الموقع، ترجع للديفلوبر اللي بنى لك الموقع. انت كديجيتال ماركتينج مش دورك تصلح الموقع، انت دورك تشوف هاي الارجع لشخص ثاني اللي هو الديفلوبر. تعود ما تشتغل كل اشي لحالك، في ناس لازم تساعدك عشان تنجح بشغلك. فبدك ترجع انت بموقعك للديفلوبر تحكي له يا عمي انا الناس ما بتطول عندي بالموقع. في تولز معينه بتدرس زي فيديو بفرجيك كيف الناس بتدخل على الموقع تبعك وكيف بحللوها، هاي كلها عند الديفلوبر هم بيشتغلوها. وهلا معدل النقطه الثانيه، معدل الجلوس بالموقع، يعني واحد فات على موقع 5 ثواني وطلع، هذا برضه في مشكله عندي انا بالموقع. وهنا numbers of visited page، عدد الصفحات اللي تم زيارتها، يعني انت عدد التصفحات عندك بالموقع وعلى كل شخص. اذا والله الواحد بفوت على صفحه واحده وبيطلع، برضه هنا بونس ريت عالي، وهنا برضه ما في عنده معدل تصفح عالي. الدايركت ترافيك اللي هي الواحد عارف موقعك، يعني زي فيسبوك، انت لما تدخل على فيسبوك من على اليو ار ال بتروح تبحث عنه على جوجل ولا بتدخله مباشره وبتدخل عليه؟ دايركت. دايركت، هاي دايركت ترافيك، انه هو عارف موقعك وسامع فيه ودخل عليه مباشره. السوشيال سيجنلز اللي هي هل موقعك
معمول فيه لينكات مشبوكة مع السوشيال ميديا ثانية مثل فيسبوك وتويتر وأي سوشيال ميديا، موقعك شابك معهم، هاي الشغلة مهمة عشان جوجل يحكم على الموقع تبعك. هاي الأمور تحسينها هو بيساعد إنه يكون الموقع عندك ممتاز على عند جوجل. وضحت كيف جوجل بقرأ الموقع وكيف بحلل وكيف برفعه على البحث عند الناس؟ بس فيني أسألك سؤال، ما فهمت إيش الفرق بين الأولى والثانية قبل شوي؟ الأولى اللي هي الواحد دخل على الموقع ضل بصفحة واحدة وطلع ما طول فيه، الثانية عدد التايمينج اللي ضل فيه بالموقع، يعني مثلا محمد دخل على الموقع ضل ربع ساعة، دكتور ماهر دخل على الموقع ضل له 3 دقائق، فبصير يحسب معدل كم مدة الجلوس بالموقع. يعني هاي المهم عنده البانس ريت اللي هو انه فات وطلع مباشره، هيك يعني الفكره. ايوه هذا هو معدل الارتداد. اما الثاني قد ايه بقعد بالموقع، كم وقت ضلوا بالموقع؟ هون لما نحكي عن الاس اي او، الاون سايت والاوف سايت، طبعا واضحة الاون سايت هون بحكي لك شو انت بدك تشتغل على الموقع تبعك، الاوف سايت اللي هو من ناحية لينكينج، كيف موقعك مرتبط بالمواقع الاخرى. بحكي لك بالاون سايت اعمل ويب سايت with content of quality، يعني يكون محتوى تبعك قوي. اما هون بدك تعمل تقوي الموقع تبعك من ناحيه لينكينج، وكيف انت اللينكينج عندك عاملها بالموقع، تشعب الروابط بالموقع كيف وارتباطه بمواقع ثانيه. حكيت لكم مثلا انه بنروح مثلا نمسك الويب سايت بنشوف موقع زي الويكيبيديا اللي انا بقدر اعدل عليه، بضيف اللينك تبع الموقع تبعي بين اي مقاله على الويكيبيديا عشان الناس تقراني وتشوفني. حكيت لكم عنها هاي، كنتوا معنا؟ حكيت لنا بس ما قدرت تفرجينا يوميتها. لا هلا انا ما فتحت على الويكيبيديا وقتها، حكيت لكم برضو مثال انه الناس كثير تلجأ لمواقع زي السي ان ان والجزيرة، هاي مواقع زياراتها بالملايين ولينكاتها قوية، بتروح عليها بتشتري منها كلمات وبتربطها بالمواقع تاعتها بدون ما يحس اليوزر اللي فايت على الجزيرة أو على السي ان ان هذا الموقع مشبوك مع موقع ثاني، بس جوجل هو اللي بقرأ هاي النقطة انه موقع زي الجزيرة بيحكي عن موقع ثاني بين نصوصه، فهنا بصير الموقع الثاني يقوى يرتفع البحث. هاي مهمة من ناحية يعني كثير أمور في الاس اي او انتهت الا هاي النقطة اللينكس ظلت موجودة، وأعتقد راح تظل موجودة. الأونسايت أوبتمايزيشن، هاو تو إكسبلين يور ويب سايت تو جوجل، حكينا عنها، هاي التايتل الهيدنج واللينك والميتا ديسكريبشن، هاي الأمور لازم تكون بالموقع عندك، هاي الأساسيات بكل صفحة عندك لازم يكون الهيدنج والتايتل والهيدر 1 والهيدر 2 والهيدر 3 واللينكس والديسكريبشن لازم تكون في الاول بيج للويب سايت تبعك. حكينا عن جوجل كيف بحكم على الموقع، الكيورد